مثلا بنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد، غادي نشوفوا كيفاش نخدموا هاد السليته. هادي الرسمه غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. غادي نخدم بالعقيق مكور، غناخد هاد غنختار جوج الالوان، نحط الاحمر ونخدم بالصفر. صافي، غير العقيق اللي غنخدم بيه، وغنخدم بهاد الحجيرات هادو، نديرهم وسط الوردة على شكل لوزة. والخيط الأحسن نخد الخيط في اللون ديال العقيق. صافي، أنا بديت هاد الوردة هنايا، نكملو. غادي نبداو من هنايا، ندير في الاول غنهز جوج عقيقات، حيت من بعد غادي نهز ثلاثه. دابا غادي نهز ثلاثه، صافي. من بعد غادي نجيو غادي نركبو حجيرة هنا بحال هكا، نركبو
غناخدو هاد الحقيقة هذا الحمر ديروا غير القياس اللي قدكم على الطول ديال الورقة صافي دابا غادي نشن الجناب ديالو صافي البنات هذا هو الموطن بعد ما كمل
هاد الخدمة هادي تقدروا ديروها في جنب السفيفة في القفطة، تجي هكا هابطة من الفوق حتى لتحت.